الاستماع وقايتنا من دورة على الفنانين أخبار مجددا في اسمع وفلت. اسمع وفلت. اسمع وفلت. نحكي على نقيب الفنانين ماهر الهمامي اللي أعلن في ندوة صحفية صارت البارح 14 سبتمبر على بعث صندوق المبدع التونسي، وهي بادرة اقترحتها النقابة لضمان كرامة الفنان التونسي اجتماعيا، وباش يكون للصندوق هذا الدور هام في حماية الفنانين والموسيقيين اجتماعيا ومتابعتهم، وتشمل معناها حماية جميع المبدعين في تونس، وتكون مداخيل الصندوق عن طريق الدعم المباشر والتبرعات وتنظيم سلسلة من الحفلات والتظاهرات الفنية يأثوها فنانين تونسيين، ويكونوا العائدات نتاعها كل يمشيوا للصندوق هذا دو طون زون طون، معناها دو طون زون طون يعملوا حفلات ما يخصوش فيهم هما الفنانين، اما العائدات هذوما نتاعهم كل يمشيوا للصندوق باش كي فنان يستحق من الصندوق هذاك يتجبد. فوالا. وقال ماهر الهمامي انه كريم الغربي اللي هو كدريم كان اول الداعمين والمشجعين للمبادره الطيبه هذيا، مجرد اقتراح الفكره عليه من طرف اعضاء النقابه وتجاوب معها ايجابيا وتبنيها وقام بدعمها مباشره، خاصه بعد فتره بطاله طويله للبرشة فنانين جراء الكورونا. واكد زيدا انه انشا معنى الصندوق هذايا معنى انشئ لدعم الفنانين التونسيين والفاعلين من اصحاب المهن الفنيه والمهن المجاوره، وقال انه ان شاء الله يا ربي معناها الناس كل تتحرك وتدعم وتتبرع للصندوق هذا. باهي الفكره، باهي برشا، ريت كي تتحرك الجماعه من غير ما تقعد تستنى في الدوله ومبادرات الدوله، خير برشا، خاطر مع بعضهم كي يتحدوا ويتلموا ينجموا يلقاوا الحل. باهي برشا الفكره نتاع الصندوق هذايا، في انها مثلا واحد يتعدى في مرضى ولا يتعدى بحادث ولا يتعدى بحاجه ينجم يلقى، اما انا يا ريت كان علاش لا اذا كان تنجح الفكره هذه تكبر اكثر وتولي صندوق حتى مخصص لدعم الانتاج، علاش لا؟ معناها تو فنان كي يبدا يمر مثلا بضائقه ماديه وتلقاه مازال صغير في العمر، على في عود تعطيه الفلوس هكاك تبرع تولي تعطيه الفلوس باش ينتج ويدخل هو بيده الفلوس ويعاون روحه ويعاود يحيا من نول وجديد. علاش لا؟ ان شاء الله الصندوق هذايا اذا كان تكثر فيه التبرعات وينجح والخدمه نتاعو وتكون الامور نتاع التصرف في الاموال اللي باش يتبرعوا بها بكل شفافيه وتتحط في بلاصتها، علاش لا ينجم يكون الصندوق هذايا مهم برشا برشا برشا، وحتى علاش لا معناها يمشيوا بالمثال هذايا حتى في قطاعات اخرين، مش لازم كان في الفن كيكا ما تقعدش تستنى في الدوله ولا في الوزاره في هاي تعطيك دعم، في هاي تتلفت الفنان الفلاني، يولي القطاع منه فيه ينتج ويعاون تلقاه واقف قدام ولا مع الفنانين وقت اللي هما يستحقوهم. هاك شفت في الكوفيد كي هو جيت تتلوم تحضر دولة ولا الوزارة لشكون باش تتلفت لهذاك ولا لهيك ولا لشكون الدعم وين باش يمشي ولشكون بالضبط وكيفاش باش يتم اختيار الناس هذوما. دونك لازمنا نلقاو معناها كل قطاع يلقى الحل بيدو هو، وفي كيفاش يقولوا في المثال ما في الاتحاد قوة. وهاي القوة ايدي فيدك تفيدني وفيدك فوالا. اسمع وفلت. زيت وفيه كيفاه؟ زيت وفيه منو يقلي هكاكا فماشي فوالا. باش نحكيو اللي البارحة لما حالة كانوا عندي برشا اخبار ما حكيتش عليها، كيم كارداشيان وكل اوتفيت المذهل اللي ظهرت به، وقلت لك استوحاته من طليقها كاني ويست، ومعناها سولون اللي حكيته وقالته صحيفه ديلي ميل البريطانيه، فانه كيم كارداشيان شاركت في اكبر ليله للازياء اللي هي صارت نهار الاثنين، وذايا في متحف اسمه متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية، وجاو تصوروا الفيديوهات اللي صوروا كيم كارداشيان وهي لابسة لكحل من راسها حتى لساقيها. أي سيدك باز الناس كل شافت تصور وشافت كيفاش غطت وجهها كيما نقولوا احنا نفس هو نفس ستيل اللي تعطيهولك كاسيتا فوال، معناه نفس نفسه معناها شنو غطى الفوال يعمل لك هيك معناها في الوجه، يعني لبست حاجه كيما الكاسيتا فوال في راسها، فهمت شنو يعني هو اللوك الكل بيزا. هو ديجا الميت غالا هذايا ديما العروض اللي فيه غريبه وعجيبه، انا شفته شيء كبير. برشا شبوها وقالوا لها الشكل نتاعك كان مرعب، وكانت كانت فما راجل معاها لبس هو كيف كيما لابسه هي، تبين بعد بخاطر ماكش عارفه اللي تحت ذاك كلش فما معناها
تبين انه مصمم الازياء الشهير اللي هو صمم لها اللبسه هذيك معناها بكل فخر واعتزاز. وقالت معناها هي قالت انها اللبسه هذه استوحاتها من كما قلت لكم رجلها طليقها بليتو اللي كان ديما يمنحها القوه والشجاعه للابداع من خلال الفن. وبيان سور قالت لك تعديت على الانتقادات والتعليقات الساخره مرور الكرام خاطر ما يهموهاش وما يحركون لها حتى شعره من شعراتها ما شاء الله عليهم. وبفما شكون شبهها وقال انت من المخلوقات الاكثر شراسه التي تمشي على الارض. هو تعرف الخوف شنو من ليفينمون هذايا منه هو تتخلق الموضه في كل عام تخرج منه الموضه نتاع خوفي انه يولي القناع هذاك الكل على الوجه. احنا يزينا انا مرينا بفتره بتاع البافيت ما عادش فيها خلقنا يولي القناع هذاك موضه وما يجيكش كورونا تندثر ما عادش لما يجيكش غريب راهو معناها تولي بالحق موضة الحكاية هذيك كيفاش نعرفوا بعضنا؟ ما نعرفش ما يا اخي احنا تو انت ارجع سنين التالي كنت تصور انه تسريو الجين مقطعين باش يكونوا موضة ولا يوليو العبايد يتجراو باش يلبسوهم يقي كرسيته في الوجه يا اختي جوستومون معناها هي اللبسة تينو كامل معناها مغمومة بكلها من راسها لساقيها ما فهمتش شنو هو معناها الوحي اللي جاها من زوجها باش لبست في لك هي لا شوك الوحي هي حتى في طلعة الدروج يتجراولها انا شفت الفيديو كيفاش باش عاونوها باش نجم تطلع الدروج وتتحرك اما هي ابارمون خاطر كنوار فيها كشوية يبين اي يبين نجم تتحرك لا والاغرب من هذا الكل انا قريت انه في بالك اللي هي عامله مكياج معناها اي من بعد نحات خاطر هو اللي عمل لها المكياج وهبط التصويره وهبط وقال راني عملت لها المكياج كيفاش باش يقعد المكياج ليه انت جايه تتسالين على المكياج كيف كاردشن يقعد واذا كتعدى فوق بطل ما يتنحاش باللي باش يكون مع رك حتى حتى التركيبه نتاع الشعر ووتر بروف كالسيته بروف حتى الـ حتى الـ الشعر معناها كي باش تنحي القناع لانه القناع الكل على الـ على الـ على الوجه الكل والله شعرها قعد مريقل المكياج قعد مريقل معاناه هي اصلا باش تلبس التيونيو هذاك راهو لازمك مجهود كبير تذكر انت لبست مره زاد كيف كيف الكامل ظهري بالجلد هذاك كيف كيف قلت لك عديت بمعاناه كبيره باش لبست اللبسه هذيك ونجمت نتحرك بها مستعدين كي من الوين مستعدين يخدموا بتتك على خلق هاني قلت لك يخدموا على خلق الموضه وخلق البؤس انا تو كان نهار اخر تولي الموضه ذي موجوده نعمل هنا العمله تاي قصولي اكستريم اللي نحكي فيه هنا طويكة ويهبطوا لي مع الاوتفيت اللي برد بالك انا متاكده انه حتى كنت تصير تولي موضه الحكايه ما نعملوهاش العمله فتحي انا متضامنه لا لا انا مش لدرجه صوتي لصوتك اسمع وفلت باش نختم لكم بالفنان حسن الرداد اللي كان ونعم الزوج واللي يساند في مرته ايمي حتى الطويكة حسن الرداد نشر برشا تصاور ليه هو ومرته ايمي سمير غانم في الانستغرام وكتب عليهم يواسي فيها كتب تحتهم ما فيش اصعب من فقدان اعز الناس لاي حد وفقدان الاب والام مره واحده اصعب صدمه ممكن الواحد يتعرض لها في حياته بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته الملايين الناس في الوطن العربي كله ووالدتك الفاضله اللي اعمالها في الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس. وقال زيدا ان شاء الله يا حبيبتي ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوه تاني تنور الدنيا وترجع لخدمتك وجمهورك الكبير المحترم يا احلى زوجه واجمد كوميديانة في مصر كلها. ربي يخليهم لبعض محليه المسانده هاي كهو معناها بالازمه اللي مرت بها هذه كلها وكان ما يعملش هكا مبادره والا مواساة من نوع هذاك ما يكونش. انهارت التعليقات تحت البوست بتاع حسن الرداد اول كومنتير جاي ما عند التونسية لطيفه احنا زعام في المواساة ما شاء الله علينا محلينا في المواساة هبطت وقالت ايوه يا ايمي يا حبيبه قلبي ماناش غير الدعاء والصلاه على ارواحهم ان شاء الله ربي يقويك وترجع لجمهورك اللي يحبك ويحبهم وانا منهم كيف كيف كندعلوش كتبت لها يا ربي قويها ويصبرها حبيبتي ايمي ويخليك ليها وجنبها على
طول شي مسيف كتبت لها اللهم امين يا رب يسعد قلبك وقلبه يا رب. وكيف كيف فنانة بسمة كتبت ربنا يخليكم لبعض ويجعلكم سند. ضامنوا معها برشا فنانين اخرين كما دارين حداد، ملك احمد، زاهر، كيف كيف ايمي طلعت زكريا، رنا سماحه، عائشه بن احمد، برشا 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 فنانين وليستا طويله كلهم تفاعلوا مع البوست نتاع حسن الرداد. ان شاء الله ربي يصبرها وربي يقويها ويرجعوا هي واختها للصحه الفنيه قريب ان شاء الله. اسمعوا فلت. كانت هذه اسمعوا فلت اليوم بيب صغيره، نكملوا معها بعد الموسيقى ورجعينا.